is the nightlife. حبيت نحكي شوية على التحضيرات تاع النادي الافريقي، وخاصة ان الشامبيون عنده مدة واقف وعندنا معناتها مقابلة الكأس. كيفاش كانت تحضيرات النادي الافريقي؟ صحيح ملي لعبنا اخر ماتش مع حمام النمف عطينا ملاعبية تقريبا 5 ايام راحة، وبعد رجعنا عملنا دو سيكل. السيكل الاولاني كان الهدف نتاعو الاساسي هو على الجانب البدني، السيكل الثاني زاد كيف كيف الاسبوع اللي بعده زاد خدمنا مليح حتى الشارج، وكملناها بارين ستاج ب3 ايام باش نقفوا سورتو على الليجين دو في والبرا، زاد كيف كيف نعطيو الملاعبيه نتاعنا احسن الظروف باش يجهزوا لانفسهم للمسابقه هذه. سانسرمون الاسبوعين لمست رغبه كبيره من الملاعبيه، وكانوا العطاء نتاعهم محترم برشا، وكانوا حريصين باش يجهزوا انفسهم كما يلزم للمسابقه هذه ان شاء الله. كوتش، الجروب ناقص، فما برشا لاعبين معناتها في المنتخب، هذا ينجمش يقلقك معنا في الخدمه؟ لا، كنت نتمنى اللي كانوا هذه اول فتره اللي خذيتها مع النادي اللي كانوا فيها 3 اسابيع نتاع تحضير، خاطر وقت خذيت الفريق خذيت 3 ايام ولا 4 ايام قبل مقابله مستير، وبعد قعدنا كل 4 ايام 5 ايام كل اسبوع نلعبوا في المقابله. ما كانتش فما فرصه نتاع تحضيرات اللي باش نحطوا لي غرون ديني نتاع البروجي دو جو نتاعنا نتاع الافكار نتاعنا. كنا نتمناو اللي يكونوا الملاعبيه كل يكونوا موجودين في الفتره هذه، لكن ليكيبات الكبار ديما هذه الوضعيه نتاعهم، يلعبوا في كؤوس افريقيا، يلعبوا في مع المنتخبات. شفتوا الملاعبيه نتاع منتخب الاوسط كانوا سوليسيتي برشا، الفريق الاول زاد كيف كيف اليوم في 4 ملاعبيه من النادي الافريقي، لكن هذا هدف بالنسبه لنا احنا اللي كانوا الملاعبيه نتاعنا يكونوا موجودين وفاعلين في المنتخبات. يفرحني برشا كي نشوف المستوى اللي يلعب عليه زوير الذوادي في المقابله الاخرانيه، وكان حاسم خالد قربي نفس الشيء، عاطف زاد كيف كيف، حتى محمد علي اليعقوبي زاد كيف كيف موجود. الملاعبيه نتاع الشبان نتاعنا في المنتخب الوسط ولا المنتخب الاولمبي زاد فاعلين واساسيين وقاعدين يقدموا، وهذا يدل اللي كان العمل اللي قاعدين يقوموا به في النادي قاعد يعطي في نخبه من الملاعبيه اللي راهم في الطريق الصحيح ان شاء الله ويمشوا لبعيد. كوتش، مقابله الكاس يمكن اول مره تصير قرعه موجهه، حبيت ناخذ رايك في القرعه اللي جات للنادي الافريقي، خاصه ان المقابله كل باش تصير في تونس. يعني القرعه الموجهه ما تعودناش بها، خاطر كما قلت انت اول مره تصير في البطولات الكبيره في الشامبيونز ليغ في المسابقات تبدا اورينتي، فهمت؟ لكن ديما يقعد كوب اللي حاب يمشي لبعيد يلزم يربح الناس كل. كوتش، الايمات هذيا بعض نقول وسائل الاعلام داولت ان هناك بعض اللاعبين باش يغادروا النادي الافريقي باش يمشيوا لفرق اخرى، ورغم ان النادي الافريقي معناتها في السيت اوفيسيال نتاعو كذب هذايا كله، نتصور ان هالريمور هذيا تقلقك انت يعني في الجروب، خاصه معناتها خاصه كي يبداو الاولاد قاعدين يحضروا في مقابله كاس. يعطيك الصحة، نقطة هامة بالنسبة لنا احنا اللي لمست اللي كونوا في الفترة الأخرانية فما ناس هدف نتاعهم هو تشويش على النادي الإفريقي، والنادي الإفريقي وقت يقدم ولو متقلقين. اليوم الملاعبية قاعدين يجتهدوا، الملاعبية قاعدين يخدموا على روحهم، دايور كملوا اون فورس، عندهم 8 مقابلات ما نهزموش، الـ5 مقابلات الأخرانيين الرسمية عملوا 4 انتصارات وتعادل، وهذه أحسن سلسلة اللي عملها النادي الإفريقي من بداية الموسم. اكثر من ذلك الملاعبيه الصغار قاعدين في كوربا سوندونت وقاعدين يقدموا بطرف طرف، الملاعبيه اللي اصحاب التجربه اون فورم رجعوا للفالور نتاعهم ابيتويل، حتى المصابين اللي كانوا بعاد على الفريق زاد قاعدين يخدموا كما يلزم خارج الميدان، وقاعدين العزيمه نتاعهم ترى فيها كبيره باش يرجعوا يعاونوا اصحابهم. شفنا في الفتره الاخرانيه فما ناس قاعده تشوش على الفريق. اليوم احنا بالمجموعه هذه باش نلعبوا الكاس، وبالمجموعه هذه انا عندي ثقه فيها ومش مشيو لبعيد. ما نش باش نلعبوا الكاس بلاعبين اللي موجودين عام جاي،
اليوم مطالبين باش نخفوا مع الملعبيه هذه. تصور انت كان الملعبيه هذوما يكونوا حاسمين في دور متقدم يسجلوا اهداف ولا يكونوا فاعلين 100%. ونتمنى اللي يكون انا نعمل التقييم بعد الكاس، بعد ما نمشيو لبعيد في الكاس، والتقييم يكون كوقتها بعد ما فات الكومبيتيشن كل، خاطر المدرب هو الاولى باش يقوم بالتقييم، هو اللي قاعد يشرف على التمارين، هو اللي قاعد يعيش لي بلان دو جو والمقابلات. وانا ما عطيت حتى تقييم وما عطيت حتى بيلون، ما فما حتى ملاعبي توا في فاس نتاع لا باش يغادر ولا باش يمشي، باش تجي وقت التقييم. الملعبيه عندنا ثقه فيهم ولمست فيهم اللي كونوا الحماس نتاعهم والرغبه نتاعهم باش يمشوا بعيد في المسابقه هذه. اليوم انا حميت الملعبيه من انفسهم في وقت سابق، كانت في وقت من الاوقات قل التركيز كبيره ومام حتى عدم الانضباط، وخذينا قرارات وخذيت قرارات اللي حاسمه في العديد من الملعبيه باش نحمي المجموعه هذه. حميناهم في وقت من الاوقات من الكريتيك اللي تمشي لهم ديريكت وتضربهم في العظم، وحسيت اللي كانوا ملاعبيتي مش محميين وقفت وعرضت صدري باش الملاعبيه هم نتاعي يكونوا ديما محميين كما قلت لك. اليوم مطالب باش نحميهم من الحمله هذه نتاع التشويش، خاطر في وقت من الاوقات نلتزم بالصمت، في وقت من الاوقات واحد يكون يتامل يغزر، لكن وقت الفريق نتاعي والمجموعه نتاعي تتمس ما نجمش نقف نتصدى للناس هذوما، نتصدى لاي واحد اللي كانوا يحاول باش يشوش على التركيز نتاع المجموعه هذه. بالمناسبه هذه نطلب من الجماهير اللي تحب النادي الافريقي كما العاده، الجماهير اللي هي القوه نتاعنا، وديما نقول الملاعبيه بالجمهور نتاعكم وبالعطاء نتاعكم راكم توليوا اقوى، خاطر النادي الافريقي كما نعرفوا في الفرق الاخرى الجمهور هو اللاعب رقم 12، لكن في النادي الافريقي هو اللاعب رقم 1. نطلب منهم مع الاداره باش يتصدوا للناس اللي تحاول باش تشوش على الملاعبيه، خاطر الهدف نتاعنا هو باش نرجعوا الفريق للوضع الطبيعي نتاعي، للوضع الطبيعي نتاعو. النادي الافريقي مليق به كانش يلعب الادوار الاولى، واللاعبين شعارين اللي كونوا المسابقه هذه مسابقه قصيره ناخذوها بالمقابله ونكونوا عازمين وقويين اللي كونوا باش نلعبوا اربع مقابلات اللي احنا نستقبلوا، واللي يجي باش يلعب مع النادي الافريقي لازم يخاف، واللي يجي باش يلعب مع النادي الافريقي يعرف اللي كونوا باش يعدي شويه صعيبه، والملاعبيه يسون كونسيون بالنقطه هذه، وانا عندي ثقه فيهم ونعرفهم رجال ونعرفهم باش يعطيو لو ماكسيموم نتاعهم فوق التيران، وان شاء الله نمشيو بعيد في المسابقه. الفاز الاخرانيه نتاع البريباراسيون لي شوز سيريوز سي دون كيلكو جور. سانسيرمون ديما نقول لكم لمست فيكم رغبه كبيره باش تحضروا روحكم، خاطر نعرف اللي في مخاخكم تحبوا توريوا برشا عباد اللي كونوا سو كو زيت كابابل دو فير. انا الجروب هذا عندي ثقه فيه ونعرفكم اللي تنوروا الوجه وتجموا بالماتش تزيدوا تقدم. On fait attention surtout les deux jours هذا نتاع لي زونترينمون ماتش اميكال يا ان جور دو روبو بور اتاكي سورتو لو سيكل نتاع الماتش نتاعنا. دونك This is the night life.